كيف ممكن نراجع جدة أن تكون البيت الأول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناجحة في العالم العربي؟ قال أحد المؤرخون: استطاع المسلمون خلق أكبر شبكة تجارية عرفتها البشرية بتوحيد البحر الأبيض المتوسط مع الهند والشرق. رؤية الغرفة التجارية الصناعية بجدة بيت التجار، ومنذ أكثر من 60 عام على تأسيسها، بأن تكون جدة حاضنة الأعمال ولمساعدة التجار على تنمية وتطوير أعمالهم. واليوم هؤلاء التجار من أكبر المنافسين على المستوى المحلي والعالمي. تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 75% من الاقتصاد المحلي الوطني، وتساهم بأكثر من 50% بتوطين الوظائف. واليوم واقع بيئة العمل يقول أن 80% من السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن بفعالية أقل من 25% لتنمية الاقتصاد المحلي وأقل من 33% لتوطين الوظائف. أي تحديات ممكن تنقلب إلى فرص؟ واليوم لدينا فرصة عظيمة لمساعدة المنشآت الجديدة أو القائمة بأن تكون جزء فعال في تنمية مجال الأعمال، بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإيجاد فرص تجارية خلاقة ومساندتهم على نموها وتطويرها لتميز تجاري لهم ولمدينة جدة. بإيمانكم ومشاركتكم لرؤيتي حنطور بيئة العمل لجدة. تخيلوا ما ممكن إنجازه خلال عام: أكثر من 100 منشأة صغيرة ومتوسطة متنوعة تخدم احتياجات سوق العمل، تفتح فرص وظيفية لأكثر من 1000 وظيفة، وتطوير الاقتصاد المحلي ودعم لأكثر من 50 مليون ريال لتلك المشاريع. أنا سارة عايد العايد، بدعمكم وصوتكم وإيمانكم حنحقق رؤية العودة للأساس. بيت التجارة جدة، بيت لجميع التجار.